بالعاصمة السعودية الرياض. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الرابع عشر على خليجية. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، حياكم الله من جديد متابعي برنامج كورة، موعدكم الثابت خلال شهر رمضان المبارك، وبالتأكيد الحديث عن مجريات المباريات التي أقيمت اليوم. أربع لقاءات، المزيد من الأهداف، المزيد من الهاتريك لكريستيانو رونالدو، المزيد من الأرقام القياسية للفريق الهلالي عالميا ومحليا، والتفاصيل ستكون في ثنايا هذه الحلقة. والبداية كالمعتاد بالعناوين. ضمن الجولة 26 من دوري روشن، الهلال يواصل سلسلة الانتصارات التاريخية بثلاثية الأخدود ويدون رقما قياسيا جديد بالوصول للنقطة 74. النصر يضرب أبها بالثمانية، وكريستيانو رونالدو يقترب من تحطيم رقم عبد الرزاق حمد الله. في مواجهة مثيرة، ريمونتادا التعاون تسقط الطائفي حائل وتقرب السكري من المراكز الأربعة الأولى. الوحدة يعود إلى نغمة الانتصارات عبر بوابة الفيحاء ويرفع رصيده إلى النقطة 30 في الترتيب 11. غداً الجولة 26 تختتم بمواجهتين، الفتح والاتفاق والشباب والرياض. هذه عناويننا، رحب بنجوم كرة في هذا المساء. عبد العزيز السويد هنا في الرياض. أبو نايف صبحك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي العزيز الغالي الماستر حاتم. كذلك من مكة المكرمة كابتن حاتم خيمي، حياك الله يا كابتن. يا هلا ومرحبا، مبروك الفوز اليوم، مبروك. الله يبارك فيك، اليوم أنا مرتاح نفسيا، جاهز كذا الحمد لله بعد الضغط الله يهديهم، بس اليوم شيء يريحونا شوية الحمد لله. تحياتي لك أبو نور بالتأكيد، وللغالي العزيز العميد أنا أبو نايف، وحشنا كثير، كل عام وانت بخير وكل جمهور كورة دائما أبدا دوم إن شاء الله مرتاح يا أبو أميرة. نبدأ مباريات اليوم من كينغدوم أرينا، حيث الهلال يواجه الأخدود برغبة الانتصار، مواصلة الرقم العالمي ليصل إلى 31 انتصارا، وأيضا تحطيم رقم محلي بالوصول إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن حتى الآن. نتابع وإياكم أهداف المباراة. لودي بالكعب، لودي سالمار سالم تمويب، يلعب التمريرة نيفيس السيدة وكرة بالرأس، يا إلهي إلى كوليبالي، ثم بعد ذلك صالح نحو مالكم، تغطية وتدخل سالم إلى مالكم، خطيرة مرتدة سريعة، ومالكم ينفرد، ومالكم والثانية نيفيز، يتوقف كل شيء هنا، نيفيز كرة عرضية جميلة وتسديدة، الله 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 الله، يا سلام على اللاعبين. مبروك للهلال ولجماهير اللي كانت حاضرة في الملعب وتابعت خلف الشاشة، هارد لك الأخدود لجمهوره في الملعب أو خلف الشاشة. لم يستطع الأخدود أن يكون إلا كما سابقي، ينتصر الهلال بثلاثة أهداف بوجود صالح الشهري أيضا يسجل، لعله كان اختبار اليوم في غياب ميتروفيتش. طبعا ألف ألف مبروك لنادي الهلال، بالتأكيد النتيجة الآن منطقية جدا جدا، ما بين تتكلم لك عن الأخدود وتتكلم لك على نادي الهلال، مدرب نادي الأخدود حاول أنه يلعب على التحولات، ولكن يعني خلينا نقول ممكن نجح فيها إلى حد ما في الشوط الأول، تحققت له فرصتين، ولكن أنت بالتأكيد عند نادي الأخدود الجودة كانت ضعيفة جدا، لذلك في كرة ضاعها اللاعب. الثانية بونو كالعادة نجم من نجوم الهلال في وضع الهلال في الكلين شيت الشوط الأول، حتى لو تشوف التسديدات حتى لو تشوف الإحصائيات تلاقي الأخدود يعني زي ما يقولون مداقش مع نادي الهلال، تتكلم على مثلا ثمان شوتات للهلال، سبع شوتات للأخدود، تلقى فرصتين خطرة وفرصتين مهدرة للأخدود، هناك فرصتين فرصة، ولكن مع الشوط الأول
نادي الهلال أبد يعني زي ما يقولون بأقل مجهود على التحولات على جودة لاعبيه. الهدف الأول بين مالكوم وسالم وسجلوها نفس الطريقة تقريبا، الهدف الثاني بين نيفيز وبين سالم الدوسري استمرار لصدارة الهلال. الهلال ممكن ما صار يقدم مستويات، ولكن بالتأكيد الفارق الكبير في الدوري هذا خلاه يلعب بريحية، خلاه يلعب براحة، خلاه حتى الهلال مع مدربه يستطيع يسوي إعادة تدوير، وحتى لو خلينا نقول حصل له دروب ولكن الرصيد النقطي اللي عنده في بداية الموسم بالتأكيد أنه الهامش فيه كبير جدا جدا بينه وبين المركز الوصيف اللي تقريبا احنا قلنا 12 نقطة تقريبا. أبو أمير، على مستوى الأرقام القياسية والحديث عن الهلال في هذه الأيام، باقي 8 جولات، 3 أرقام قياسية، هلال جيسوس يكسر هذه الأرقام، نتكلم عن فوز في نسخة واحدة عند 24 من 26 مباراة، طبعا الرقم السابق كان أيضا لرزفان واتحاد سانتو وكذلك نصر فيتوريا 22 من 30 جولة، عنده أكثر 74 نقطة من 26 جولة، الرقم السابق كان للهلال والاتحاد ب 72 من 30 جولة، أقوى هجوم في تاريخ الدوري اليوم مشاركة مع النصر ب 79 في 26 مباراة، الرقم السابق كان للهلال أيضا رزفان 74، يعني عنده اليوم قيمة رقمية أو انعكاس لمؤشرات الأرقام على مستوى الأداء، فريق كبير، فريق أقل، فريق منافس، فريق غير منافس، الهلال ثابت. فعلا شوف كل مباراة بعد كل مباراة الهلال حتقعد تقول الأرقام جديدة، أرقام قياسية جديدة مع ما يفعله الهلال هذا الموسم. يمكن من منتصف الموسم ذكرت لك بنورة تحديدا أنه الهلال الحالي بشكله الحالي مش فريق بطولة، فريق بطولات، ولنا أسوة في فرق سعودية سابقة وفرق في العالم اللي تحقق ثلاثية ورباعية حسب عدد البطولات في الموسم. هذا الفريق بالتأكيد المتكامل عناصريا، متكامل مش بس 11 بدلاء، كل مركز فيه 2-3 بدلاء ومستوياتهم قريبة جدا من الأساسيين. هذا الفريق اللي إدارته عرفت تختار المراكز اللي تحتاجها، هذا الفريق اللي يشيل لاعب ممتاز يغير ممتاز شوف ويجيب أفضل منه أكثر امتيازا. ما أعتقد في فريق بهذه الصورة اللي عنده فريق لاعب جيد جدا يتمسك فيه. الهلال لا يغير اللاعب الممتاز بأكثر منه جودة، لهذا تجد الأرقام تتحطم مع مدرب سيطر على الفريق بشخصيته بانضباطيته وأيضا بتكتيكه العالي، مدرب يعرف إيش يبغى بالضبط، كيف الطريق اللي يلعب فيها، وفي مباريات الكبيرة بنشوف إيش بيسوي مش بس المباريات هذه، وبالتأكيد تجد هذه الأرقام القياسية الكبيرة. أحب أشيد بصالح الشهري اليوم كلاعب بديل، وصالح الشهري يمكن هذا الموسم من أقل المواسم اللي بيلعب فيها، كان أول يلعب أكثر، لكن دائما منذ حضوره للهلال هو يلعب ربع ساعة ثلث ساعة ينزل يسجل ما شاء الله عليه. أيضا رب ضارة النافع للكرة السعودية لأنه لاعب سعودي الآن في غياب متروفيتش إن شاء الله يرجع بالسلامة يأخذ عدد دقائق أكبر كراس حربة يكون مع زميله فراس البريكان أيضا وعبد الله رديف. اللاعب اللي صراحة مع كل فترة بيرتفع مستوى أكثر بيمتعنا أكثر نيفز. نيفز من اللاعب يمكن بدأ الموسم مباراة أول 3-4 مباريات عادي كان لاعب كويس، مع كل الآن مع كل جولة مع كل فترة والتعرف مع تقدم المباريات اللاعبين أحيانا يتراجع مستواهم بسبب الضغط والضغوطات بسبب طبعا نهاية الموسم دائما كذا، هذا لا هذا بيرتفع مستواه دليل على حسن جودته. أخيرا ميزة نيفز إيش هي؟ اللاعب العالمي المحور يعرف يقطع كورة ويسلم، هذا لاعب ممتاز. نيفز لاعب عالمي، ليش يسلم يقطع كورة بامتياز، يسلم الكرات القصيرة، يغير اللعب، يعمل تمريرات هدف ويسجل أهداف. هذه النوعية لا تجدها في لاعبين قليلين جدا في العالم، أحدهم النجم نيفز. ألف مبروك للهلال، هارد لك للخدود، فريق يقاتل دائما، فريق حتى لما ينهزم ما ينهزم بأهداف كثيرة في كل المباريات، اليوم يمكن أكثر مباراة 3 أهداف للصفر، يمكن انهزم 3-1 قبل كذا، لكن فريق متماسك يحتاج طبعا إلى إمكانيات كبيرة، بهذه الإمكانيات هو يقدم عطاءات جيدة. جميل.
مبروك لي الهلال، هارد لك لي الأخدود. فاصل ثم نكمل، تكرموا بالبقائمة. حياكم الله متابعينا من جديد في الجزء الثاني من البرنامج. الحديث يستمر رفقة ضيوف كرة في هذا المساء هنا في الرياض، عبد العزيز السويد من كابتن حاتم خيمي. ونروح للمباراة الثانية، 8 أهداف استمتع بها من حضر مباراة أبها والنصر، بها هاتريك جديد لقائده كريستيانو رونالدو. تابعوا وياكم أهداف المباراة. خذوا وضعيتك، وضعية التهديف. الله شكله بيوصلها 30 من الليلة، من الليلة، من الليلة، بيرسل. الله من جديد أوتافيو، الدون، الهاتريك، ابتعدت عنه، أرسلها للثالث. الله كرة عالمية، كرة تصل، الدون، الهاتريك، الهاتريك، الهاتريك. الله سوبر الكرة. الله 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 الله. عادت الكرة، أوتافيو يرسلها قريب. الله كرة تصل للجانب الأيمن، السابع السابع السابع، نصر 7 نجوم يحتفل في أبها. الثامن ينادي ينادي ينادي. الله مبروك لي النصر، هارد لك أبها. كريستيانو رونالدو هاتريك جديد هذه المرة من برة 18. طبعا كريستيانو رونالدو، خلينا نقول أنا دائما أقول خلص الكلام فيه، يعني رجل خارج المقارنة، رجل هو اساسا في الاصل، يعني لما تتكلم على لاعب ثقته في نفسه، لما تتكلم على لاعب عقليه انتصار الذهنيه اللي عنده، الحياه الخاصه مع نفسه، هو كيف يطلع من الاخفاقات للانتصار، وكيف هو مركز على دائما على الاهداف اللي يبغى يحققها ويكرر المحاوله. هذا مهمه جدا جدا، تكرار المحاوله حتى تحقق الهدف عندك. والدليل على ذلك انت قاعد، انت شفتها اليوم هاتريك من برا 18 اهداف. انا اتوقع لو جلس 2 أو 3 قدام الكور ثابته وقدام الاشياء اللي قاعد يسويها، ما حد جالس يتوقع اللي بيسويها. لذلك هو جالس شاتها من تحت، عدت، مو هذا الكلام، الثانيه وقفوا الجماعه جابها من فوق، وهو قاعد يلعب، خلينا نقول يلعب بالذهنيه. يعني هو عنده الادوات ولكنه جالس يلعب في يقرأ الذهنيه اللي عنده، ولا متوقع جالس يسويها. نادي النصر انت شفتها في المباراتين الاخيره اللي جاب فيها حقق فيها الاهداف، ترافيك التكتيكي تغير شيء بسيط، اللي هو المدرب اقتنع باللاعبين اللي معاه، صعب انك تسوي الضغط العالي كثير بالادوات اللي عندك. هو سوى ضغط منخفض في الوسط، بعدين عكسي ارتداد. انت لو تلاحظ الاهداف كلها اغلبها تقطع الكره في نص الملعب تجيب ارتداد، الاهداف اللي قاعد تصير. اضافه لذلك خف الضغط النفسي على اللاعبين. يعني من العجيب ان النصر تقريبا سجل فيها 34 هدف، 12 هدف من كرات ثابته، تجي للمنافس تلاقي 3 أهداف من كرات ثابته. اتكلم على الهلال، يعني من 16 الهلال 3 كور ثابته عليه تسجلت، النصر تسجل عليه 12 هدف من كرات ثابته و5 أهداف من ركلات جزاء. هنا تتكلم على مدرب مسؤول عن الكرة الثابتة، الأخطاء الفردية اللي قاعد تصير البسيطة جدا. لذلك عبد الله أنا أكررها وبكررها كثير، خلينا نقول قضية أنك والله تعتقد أنك لازم تهد كل شيء وتبني من كل شيء، العقلية هذه في الأندية السعودية لازم تبعد، ولكن تعزز العمل قوي للموسم القادم. ها أبو أميرة تفضل. طبعا 1000 مليون مبروك للعالمي، هارد لك لأبها. اكتساح نصراوي قبله انهيار أبهاوي. طبعا الانهيار هذا يحصل قليلا في الدوري، في الدور الأول يمكن شفنا الهلال والحزم 9، الآن النصر وأبها 8،
اللي ابغى اقوله للاداره النصرويه للجهاز الفني واللاعبين في النصر، هذا الفريق يمكن زاد عليهم ايكامبي فقط الدور الاول، تعادل في الرياض معك وسجل فيك هدفين صحيح؟ صح. انت الان تهزمه بثمانيه في ملعبه ولم يسجل فيك، الفتره هذه درس في كيف تنزل مركز، كيف العمل الفني، الاشياء كثيره. يعني النصر في الثلاث مباريات الاخيره لم يتلقى الا هدف واحد المباراه الماضيه، اذا في تحسن. واحد يقول لي طب هو بيلعب فرق متواضعه، لا قابل الاهلي والفرق المتواضعه هذه سجلت فيه قبل كذا. النقطه اللي بعد كذا لكريستيانو بالتاكيد، قبل يومين اقول لك ما شاء الله 64 هاتريك، الان ما شاء الله 65 دشن ال 65 ما شاء الله تبارك الله عين عليه بارده. هذا اللاعب صراحه انا اتمنى انه يدرس في المناهج العربيه ككل، الطموح، العقليه، الشخصيه، الذهنيه، كل شيء، كل شيء، كيف حياته الطبيعيه، كيف عايش. هاي ايضا هذه الاشياء اتمنى انه هذا اللاعب يجلس معاه وناخذ منه كل التفاصيل هذه وتعمم على اللاعبين، تدرس ايضا. والله ترى في دروس غير الرياضه، دروس غير الرياضه، كيف تعيش، كيف يكون عندك طموح، كيف عندك ملايين الملايين ولا زال الطموح موجود. ترى موضوع صعب والله يا ابو نوره، واحد تعطيه 10 مليون 15 مليون، مو 10 مليون، واحد تعطيه على اللعيبه يعني اتكلم، انسان تعطيه 1 مليون يقول لك خلاص انا ريحت، لاعب تعطيه 20 مليون في الحالين يعني في السعوديين مثلا العرب يريح. هذا ما شاء الله تبارك الله لا للراحه لا للوقوف، منتهى الطموح. يعني مفروض ياخذ جائزه نوبل للطموح، جائزه نوبل للعقليه وللذهنيه وللشخصيه. مبروك للكره السعوديه وجود لاعب مثل هذا في ملاعبنا، محطم الارقام كما ذكرت قبل كم يوم، سيحطم ويحطم ما شاء الله لعب العافيه في هذا السن ما شاء الله يمسك الخشب وهو يفعل هذا. اي لاعب انت يا رونالدو، اي شخصيه واي انسان انت يا رونالدو. مبروك للنصر هذا الفوز، النصر سيكون رقم صعب في السوبر، تذكروا كلامي، عاد بعد فتره المشاكل في التوقف الان بدا يعود شيئا فشيئا. هذا لك لأبها مشاكل كثيرة جدا، مش مشكلة مدرب، ما في لاعبين، إلا كان أفضل لاعب في فريق كامبي تخلوا عنه في الشتوية بدل أن يجلبوا لاعبين أفضل. جميل، هارد لك لأبها، نتمنى له التوفيق. مبروك لي النصر، هارد لك لأبها. ثالث المباريات انتصر فيها الوحدة على الفيحة في ملعبه بهدفين مقابل هدف، تابعوا وياكم أهداف المباراة. تأتي بالرأسية داخل منطقة الجزاء، العرضية تأتي من فيصل والرأسية والهدف الأول يأتي، الله، الضربة تأتي، الرأسية تأتي، اتخذوها اتخذوها، ممكن التصويب، ممكن التصويب، الله، هو سكالا ومن غير سكالا يأتي بالفرحة. تعادل لك أن تتخيل، عشر دقائق فيها واحد واحد، فيها الثاني، فيها الثاني، فيها الثاني، الله، الثاني يأتي، البرازيلي يسجل. مبروك للوحدة، هارد لك للفيحة. آخر المباريات، ريمونتادا تعاونية من أمام الطائي بعد أن كان متخلفا بهدفين، استطاع أن يكسب المباراة بثلاثة أهداف، نتابع أهداف المباراة. سلمان لمسة عند صفوان، عرضية خطيرة، الله، جول حواتم، لمسة عند الفاسيميتو، هذه خطيرة، ألف عرضية، يا ماركو، الله، يا سلام، مميز الكويكبي بالمهارة، عرضية يبحث عن راسية خطيرة، جول أول، لكن أتوقع أن هناك هدف قادم، راح يكون لمن، نعم أتوقع أن هناك هدف قادم لمصلحة الذئاب. أجواء أمام إبراهيم النخلي، عرضية، يا سلام، جول ثالث، قلب الطاولة، رومونتادا للسكري. مبروك للتعاون، هاردك للطائي. أختم فقط بتغريدة الأستاذ عبد العزيز الحميد،
وهو من يتحمل هذه الأيام ظروف التعاون رفقة الإدارة وكذلك الإدارة الفنية. أبو محمد دائما ما يحث الجماهير على المساندة. طبعا اليوم وضح الحال، اللهم لك الحمد، ألف مبروك، فوز مهم جدا. النقطة 46 تؤكد أن هناك أبطال داخل الملعب وأبطال خارج الملعب. شكرا لمن يعمل لإسعاد محبي التعاون، وبإذن الله قادم التعاون أجمل، والتعاون ما بمثل بالقصيم. دائما أبو محمد ما يتحمل مثل هذه الظروف رفقة الإدارة والإدارة الفنية، نقول له مبروك لكل التعاونين، مبروك، هارد لك للطائي اللي عنده ظروف صعبة في قادم الأيام وتحديدا مباراة الجاية قدام الشباب. شكرا لك أبو نايف، شكرا لكابتن حاتم خيامي، شكرا يا أبو أميرة، الشكر موصول لكم. يوم غد إن شاء الله في ذات التوقيت تصبحون على خير، سحورا هنيئة.